يسعد صباحك نرمين. صباح الخير هايدي، كيفك لليوم؟ انا كثير منيحه وانتي؟ الحمد لله تمام. يسعد صباحكم مشاهدينا مشاهدي الاخباريه السوريه. اسبوع جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب هاليوم والايام الجايه تكون حامله كل الخير والصحه والرزق وراحه البال للجميع. مشوارنا الصباحي ابتدى، مجموعه محطات رح نتناقشها اليوم سوا رح تكون طبيه واجتماعيه وثقافيه مع ضيوف مميزين رح نتعرف عليهم، ولكن رح ارجع لنرمين. يسعد صباحك. يسعد صباحك هادي، يعني ما في احلى من امنيه دائما الصحه لكل الناس والرزق وراحه البال، وانا كمان بدي اتمنى لكل الناس بدايه اسبوع سعيده، ان شاء الله يا رب هذا الاسبوع يحملكم كل تفاصيل الخير وراحه البال والرزق، وتكون هيك تمرق خلال الاسبوع بعض اللحظات السعيده يلي ممكن تعدل مزاجنا او تحقق لنا بعض الامنيات يلي صلنا زمان عم نستناها. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفه بنبلش نتعرف عليهم تباعا، لكن خلونا نروح لفاصل وبنرجع. قبل ما نروح مشاهدينا لأولى فقراتنا لليوم، خلونا نروح لتقرير عن حملة أيام التلقيح الوطني اللي عم تستمر باللاذقية بالمراكز الصحية والفرق المنتشرة بالمحافظة اللي عم تستهدف الأطفال دون الخمس سنوات. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي. حملة أيام التلقيح الوطني مستمرة في اللاذقية عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة المنتشرة في المحافظة، وتستهدف الأطفال المتسربين دون الخمس سنوات. عم نقيم حالة الطفل التلقيحية وعم ياخذ كل اللقاحات المستحقة. بتمنى من كل الأطفال الأمهات يتعاونوا ويجيبوا أطفالهم لحتى نقدر نقيم حالاتهم. هالمرحلة كتير مهمة من حياة الأطفال، لقاحاتهم آمنة وفعالة وبتوقي من كتير أمراض ممكن أنه تشكل لهم خطر بالمستقبل، مثل الحسبة، الدفتيريا، شلل الأطفال والكوليرا. فبتعزيز جهازهم المناعي بهالمرحلة نحن بنحميهم بالمستقبل. أنا عندي مثلا اليوم منطقة حارة علي جمال، أخذي الأطفال، جايبة معي أطفال متسربين، أطفال مستحقين للجرعات، وأي طفل منلاقيه أنه لمنطقة تانية أو لمحافظة تانية مباشرة نحن منشوفش الطفل أي نقص جرعة ناقصته منكفي له جرعاته. من خلال إذاعة الصبايا بيزيعوا بالمنطقة، كل دخلات نحن مندلن عليها بيدخلوها الصبايا بيستدلوا على الطفل، حتى لو يعني تعسر علينا منصير نشوف الناس منسأل مندق الأبواب لحتى نوصلوا للطفل أو عن خلال تليفون إذا مش الحال. كنت أنا بدي أطلع على المستوصف أعطيها، فهن حكوني يعني وقالوا لي تعي نحن عندكم بالحارة، وكتير ريحنا الصراحة يعني، وكتير معاملتني كتير كويس يعني. أول شيء على مركز التغذية أخذوا وزنة وطولة وبعدين هلا على اللقاح. هذه الحملة تأتي ضمن برنامج التلقيح الوطني الذي يهدف بشكل مستمر إلى الحفاظ على سلامة الأطفال، وتستمر حتى 16 من الشهر الجاري. ومحطتنا الأولى ضمن صباحنا غير رح تكون ضمن عالم الطب، وخصصناها لأمراض العين وصحتها وسلامتها، ودائما بنعرف أنه العين هي أكثر أعضاء الجسم حساسية. اليوم رح نحكي عن مرض كتير شائع بين كتير من الأشخاص وهو قصر البصر. إمتى بيظهر هذا المرض؟ شو أعراضه؟ وكتير من التفاصيل أكيد بنحكيها اليوم مع الدكتور واثق صالح اختصاصي بأمراض العين وجراحة. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، يعني كتير هي المشاكل أو الأمراض يلي ممكن تصيب العين مثل ما بنعرف، إن كانت قصر البصر، طول البصر أو الانحراف. خلينا بالبداية نعرف من حضرتك شو يعني قصر البصر كمصطلح طبي. تمام. هلا هو قصر البصر كتعريف بسيط، يعني ما أنا رح نحكي بمصطلحات علمية، هو مثل ما هو باسمه إنه قصر البصر، أنا فيني أشوف للقريب منيح بس صعب اقدر اميز المسافات البعيده. تمام. المريض بيقول لك انا ما بعرف الشخص اللي جاي بس قادر انا ارى الموبايل او حتى المدام ممكن ضم الابره اذا كانت مسافه قريبه. قصر البصر ممكن يظهر باي مرحله من العمر، ممكن يجي مع يعني الوليد يكون عنده قصر بصر، ولكن عاده هو طبعا اشياء انواع سواء الانكسار او اشياء انواع الدرجات او النظارات، ممكن يظهر مثل ما حكينا من الولاده، ولكن الاشياء بيظهر بين عمر 8 ل 10 سنوات، وفي نوع منه مترقي يعني بيضل يتقدم سنويا، يعني بنلاحظ انه المريض عم يغير نظارته عم تزيد بين النص للدرجه سنويا، ولذلك بدنا نراقبه. بيثبت عاده مع يعني توقف نمو العين بين 18 ل 21 سنه.
في نوع من النقص البصر بيصير بالأعمار المتأخرة، يعني بعد 55-60 سنة، هذا بيكون بداية المي البيضة اللي بنعرفها، بيسموه تصلب نواة. كمان المريض هون بتعرفه بهذيك المرحلة بصر شيخوخي أو هذا. هلا هو يعني مو قصر بصر، هو ناجم عن الساد. نحن في شيء اسمه مد البصر الشيخوخي هلا بنحكي عنه، بصير بالدوار الأربعين وطالع وبيترقى، تلاقي المريض ما بقى فيه يقرأ بدون نظارة قراءة رغم إنه سابقا ما كان حاطط. بهالمرحلة بس بلش الساد النووي بيقول لك مريض أنا استغنيت عن النظارة وصرت أقرأ القريب، ولكن بلش البعيد يغبش. فهي هي أنواع قصر البصر الممكن نواجهها. طب دكتور خلينا نحكي أكثر اليوم عن أعراض يعني قصر البصر. هل هو بترافق مع وجع رأس، مع أعراض تانية ممكن تطلع على العين، ولا هو بس فقط أنه الشخص ما بيقدر يشوف كتير عن قريب؟ تمام. هلأ قصر البصر أعراضه أكيد رح تكون سهلة بالنسبة للكبار الواعيين، أنه ما بيقدروا يميزوا الأشخاص البعيدين. شوف شخص عم يزن بعينه، عم يسكر الفرج العيني لحتى يتجاوز هالدرجات ويشوف للبعيد. عادة عند الأطفال ما كثير بيشكوا بسبب أنه بيقدروا يحصلوا دراستهم وكتابتهم بشكل جيد بدون ما يحتاجوا مساعدة، ولكن إذا قعدوا بالمقاعد الخلفية بتلاقي ما بيقدروا يتابعوا الأنسة. هلأ أحيانا بيكون في فرق بين عينتين، من علامات أي درجة من الدرجات أنه ممكن طفل، طبعا عم يحكي تحت 10 سنوات، ممكن يغمض عين من عيونه خاصة بالشمس، بتلاقي عم يغمز فيها لحتى يلغي الخيال عم يجي منه. تمام. هلا نحن ما لازم ننطر، خاصة الأطفال ما لازم ننطر الأعراض أو يشكي الطفل، لأنه أحيانا طفل مثلا عم يشوف العينتين 4/10 بيعتبر هي الرؤية المطلوبة، يقرب شوي على التلفزيون بيكون قاعد بمقعد أمامي بصفوف الدراسي بيعتبر الرؤية كافية، فممكن فحص بسيط دوري يبينوا هذا. تمام. يعني هون دكتور بدي أسألك، في عمر معين نعرف أنه الطفل عنده هي المشكلة، وهي المشكلة ممكن تكون فعلا وراثية أو نتيجة سلوكيات خاطئة بيتبع الطفل؟ اثنين. هلا هي ممكن تكون وراثية أكيد، والسلوكيات الخاطئة أو اللي هي صارت شائعة بالأحرى، يعني استخدام الأجهزة الشاشات القريبة، موبايل والتاب، واستخدامها بكثرة حتى بدون يعني بدون شيل الدرس أو إلى آخره، عم يقعدوا خاصة الشباب الصغار أو الأطفال عم يقعدوا ساعات وساعات وساعات متواصلة، هذا بيشنج مطابقة بيولد عنا حسر، وهي في السنوات الأخيرة كثير زادت نسبة الحسر عالميا بسبب استخدام الشاشات القريبة. طيب دكتور، نحن ذكرنا أن قصر البصر هو من أكثر الأمراض شيوعا، أيضا طول البصر كمان هو من الأمراض، يعني دائما يكون ممكن يعني اكثر شيوعا بين الاشخاص، خلينا نفرق بيناتهم. تمام. الفرق بيناتهم من الاسم، طول البصر هو المريض بيشوف المسافات البعيده بوضوح. طبعا نحن عم نحكي لحد معين، بس طلعنا بدرجات عاليه بصير كل مسافات مغبشه، بس نحن من درجات مقبوله بتلاقي المريض بيشوف المسافات البعيده بشكل واضح بس بيستصعب القراءه. حتى موضوع القراءه عند الشباب الصغار اذا درجات منخفضه مطابقتهم قوي ممكن يتغلبوا عليها، بس مثل ما حكينا مشوي شو هي الاعراض. أعراض ممكن يشكو إذا درسوا وقت طويل، إذا اشتغلوا على الموبايل، من دماع، من صداع، من حرقة بالعين، أحيانا احمرار بالعين. مد البصر بالعموم كلياتنا إذا كنا سديدين البصر يعني ما عندنا درجات، كلياتنا بنخلق يعني الوليد بيخلق عنده مد بصر بسبب صغر حجم العين. المد البصر ببلش يتراجع شوي شوي مع طول المحور العين أو كبر العين بالعامية للسن 4-6 سنين، بيستقر لسن 12 سنة وقتها ممكن أو 10 سنين ممكن وقتها يبلش عنده نقص. فنحن ممكن نلاقي طفل وليد نفحصه لسبب أو لآخر نلاقي عنده 3 درجات مدهم نعتبره عادية، هي نعرف أنه راح تزول بس كبير. تمام. طيب بما أنه حكينا وعرفنا عن طول البصر وقصر البصر، خلينا شوي نروح لطريق العلاج. يعني بنعرف أنه في علاج تقليدي إن كان من خلال وضع النظارات أو العدسات اللاصقة، لكن اليوم نسمع أنه في علاج جراحي ممكن نستخدمه بهي الحالات؟ طبعا. هلا هو فعلا العلاج الاساسي كان بالنظارات وما زال، وهي هسه السواد الاعظم مرضانا عم يكون علاجهم بالنظارات، ولكن اليوم بالتطور الكبير عم يصير بالدنيا في كثير مهن ما بقى فيهم يستخدموا النظارات، الرياضيين، الاشخاص اللي مضطرين يعني يشتغلوا على مسافات متعدده وخاصه الكبار بالعمر ما فيهم يستخدموا النظارات بشكل دائم. هلا اول شيء نحن النظاره هي اكيد بالبدايه هي الفحص وهي العلاج المبدئي لحتى نشوف تجاوب المريض ونشوف القدره البصريه. الشيء الثاني ممكن العدسات اللاصقه، كمان هو حل وسطي عند العيون بتتحمل عدسات لاصقه. كيف بنقدر دكتور نختار الشيء اللي بيناسبنا بيناسب حالنا؟ والله هذا الموضوع بتلاقي بيرجع على طبيعه حياه المريض ومهنته، تمام، ولعمر المريض. يعني اليوم ما فيني انا افكر بتصحيح بصر جراحي او بالاكزيمر ليزر عشان ما نقول جراحي الا طفل عمره مثلا 8 سنين او 12 سنه، مع انه هي عالميا في حالات ممكن تعمليها اذا كان في فرق كبير درجات بين العينتين. انا ما بدي شعب المواضيع بس عشان ما اجزم الموضوع، إذا كان في فرق درجات كبيرة بين العينتين مشان ما يصير كسل وظيفي إذا الطفل عنيد وما عم يلبس، بس أنا بالنسبة لي ما بعمله. يعني أنا لازم يلاقوا هالطريقة يلبسوا الطفل فيها نظارة. هلا نحن بس نحكي لقدام،
بعد 18. ودائما الجراحات اذا بدنا نحكي بالقسم الجراحي او تصحيح بصر بالاكزيمر ليزر اللي هي هلا عم يتطور بشكل سريع ومهم، الجراحات بصير بس توقف نمو العين يعني بعد ال 18 او بعد ال 20 او 21 احيانا اكثر، بس تكون استقرت درجات المريض. في عندنا تصحيح البصر التقليدي الاكزيمر ليزر بانواعه الليزيك او اللاسيك او البي ار كي اللي بيصحح مختلف انواع الدرجات، حتى الاستجماتيزم اللي ما حكينا عنها اللي هي حرج البصر اللي هي بتعطي كمان تشويش رؤيه على كل المسافات، يعني بيكون في محور معين عم يشوش الرؤيه. هلا هذه بتصير من هاي الاعمار ونحن طالعين، كان سابقا انه نحن لل 40 وبس، اليوم من 4 سنين وجاي صار فعلا على ارض الواقع وعمليا، وصار حتى عندنا بسوريا صار ممكن لمريض عمره 60 سنه ممكن نعمل له تصحيح بصر وخاصه مشان القراءه. في اشخاص عمليا مضطرين يكتبوا، مدراء تنفيذيين او هيك بدهم يكتبوا بدهم يوقعوا يشتغلوا للقريب للبعيد، حتى سائق السياره اللي ما مهتم كثير بالقراءه الداشبورد التابلو السياره لازم ينتبه عليه مع المسافات البعيده، صار في عمليات بتصير، حتى ممكن مريض يكون عامل مي بيضه وصار عنده درجات وضعف القرب كمان ممكن يصير له عمليات، صار في زرع عدسات داخلي، يعني الموضوع كثير واسع موضوع تصحيح الدرجات. ايضا صارت واسعه دكتورة، في عوامل بتساعد لحدوث هذا الخلل بوظيفه العين، خلينا نحكي عنها. نحكي ايضا انه نحن ايمت لازم نزور طبيب العيون خصوصا لما تكون موجوده هي العوامل. هلا العوامل اللي احنا لازم نفكر فيها، اول شيء العوامل الوراثيه، يعني وقت بيكون بالعائله عائله الاب او الام او في اخوات اكبر عندهم درجات، فنحن بنحط ببالنا انه ممكن يكون هالطفل، عم نحكي عن الصغار لانه لازم يكون فحص مبكرا انه هذا الطفل ممكن يكون عنده درجات ولازم يزور الطبيب. واذا افترض العامل الثاني هو استخدام الشاشات القريبه كمان عم تحرض حصر البصر بشكل مترقب ومتزايد. هلا الشغله المهمه انه امتى بدنا نزور الطبيب انا كمريض او بدون ما اكون عم اشكي. هلا يفترض بشكل عملي لازم من 3.5-4 سنين الاولى من العمر بلش زياره الطبيب، لانه ممكن يكون في درجات محاسه عاليه المريض طفل، ممكن يكون في درجات بعين والعين الثانيه كثير ممتازه، فهو عم يعتمد على العين القويه عم يشوف 10 وهذيك مهمله او كسوله، بتسمع مصطلح العين الكسوله او العين الغطشه، هذا علاجه بهالمرحله من العمر. نحن اذا ما انتبهنا وقطعنا العمر ال 10 سنين ما بقى في علاج، فالفحص الدوري ويبدا عاده من 3.5-4 الا اذا لاحظوا الاهل اي شكايه، اي ملاحظه شكايه من الطفل، اي ملاحظه بشكل العين، حجم السواد تبع العين، دماع زايد، البؤبؤ الاسود احيانا اذا كان لونه باهت او ابيض، هذا الامور فورا لازم نستشير دكتور. وسنويا عين. هي الزياره لازم وسطيا سنويا تمام. تختلف بقى حسب الحالات طبعا، سنويا وسطيا تمام. دكتور في سؤال يعني بيراود كثير من الناس اليوم انه شو الفرق بين الليزر والليزك، خلينا نوضح الفرق بيناتهم. هلا الليزر انواع، اذا بنحكي كلمه ليزر انواع يعني موجود صار بكل المهن تمام، حتى نحن بالنسبه لنا بالعينيه في انواع كثير لها بتختلف حسب طول الموجه تبع الليزر. هلا في عندنا ليزر للشبكيه، ليزر للعدسه، ليزر انواع كثير. نحن بالنسبه لتصحيح البصر هو الاكزيمر ليزر هو نفسه بس التسميه العاميه بيقولوا ليزر او ليزك. هلا هي الفرق بيناتهم، الاسم العام الليزر هو البي ار كي او اللاسيك، المهم هو الشيء اللي نحن بنطبق تصحيح البصر على سطح القرنيه. تصحيح البصر شو هو؟ تغيير بشكل القرنيه مشان نحن نتجاوز الدرجات سواء كان مد او حسر او انحراف، اذا كانت العين تقبل او تتحمل نغير شكل القرنيه بتطبيق اشعه الليزر كان عم نعمل نحت للقرنيه. فتقنية الليزر اللي هي اقدم من الليزك ولكن رجعنا لها اكثر هلا بسبب امانه، نحن بس بنخرب الظهاريه تبع القرنيه تمام، وبنطبق اشعه الليزر الكافيه حسب ما اعطينا للجهاز وبنحط عدسه لاصقه بتكون خلصت العمليه. هلا الليزك اللي طلع بعد الليزر نفس كمان الشعاع ونفس الجهاز ولكن التكنيك الجراحي مختلف. نحن هون نثبت العين ونشيل طبقه من القرنيه نتركها معلقة بهنج خفيف يعني بعنق خفيف، نقلبها نطبق الليزر ضمن سماكة القرنية ضمن لحمة القرنية ونرجع، طبعا كله في غسيل البقايا العملية ونرجع منرجع هاي الشريحة. هلأ الليزك عملية كتير بتبيض الوجه، المريض يعني الصبح عملها بعد الظهر عم يشوف شكل كويس، العين بيضة، عين مرتاحة كتير وبتصحح درجات عالية، ولكن فيها شوية خطورة لأنه فيها تداخل، نقطع القسم الأمامي القرنية اللي هو أقوى قسم، بدنا نشد على العين شوي ممكن هذا يأثر على العصب لا سمح الله، إذا المريض مهيأ إذا ما مدروس صح ممكن تأثر على الشبكية. الليزر القديم رجعوا له من 4 سنين وهي عالميا أنه أفضل أنه ما نعمل إلا إذا اضطرينا ما نعمل إلا ليزر لأنه ما في أي خطر، مثل ما شفتوا نحن شلنا الظهارية طبقنا الليزر خلصت العملية. حتى اليوم صار في تقنيات أنه ما في داعي نتداخل نحن، يعني صار الجهاز هو بيشيل الليزر بأول مرحلة، ثاني مرحلة صحح الدرجات خلصت العملية، يعني المريض بس عم يطلع بالضوء خلصت العملية شغلته 20 ثانية، ما طبقنا أي قوة أو أي شد لا على الشبكية لا على العصب البصري، ما ضعفنا القرنية، ولكن مشكلته أنه في عنا ألم 3 أيام
وحتى هلا بالتقنيات الجديده صارت يوم واحد بكفي. طبعا بياخذ المريض مسكنات، في عدسه لاصقه بنشيلها بعد 5 أيام وسطيا او 4 أيام بتبلش تحسن رؤية، بتحسن 70-80% وبعدين 10-20% بياخذهم خلال 3-4 أسابيع. هلا مشكلته الثانية انه نحن بعد الـ5 درجات ما فينا نعمل، فترك الليزك للدرجات العالية، هي الفرق بيناتهم. طيب دكتور، في بعض الأشخاص بيرتدوا النظارة لسنوات كثير طويلة وكثير بيكونوا حابين يشيلوا النظارة ما بيقدروا، خلينا نحكي عن الحالات اللي ما بتنفع فيها لا الليزر ولا الليزك. تمام، حلو السؤال كثير، لانه كان هو دائما طريقنا الوحيد لازاله النظاره هي تصحيح البصر بالاكزيما بالليزر. لا، اليوم صار في حلول لاغلب الحالات، اليوم صار في عندنا العدسات داخل العين بمختلف انواعها. هلا ما راح احكي بشكل علمي مفصل، ولكن احنا في زرع عدسات تترك مقسام العين كلها تشريحيه مثل ما هي، بنزرع عدسه لاصقه داخل العين، طبعا الى بدها دراسات معينه لاطوال العين لدرجات العين لقوه القرنيه، بنزرعها داخل العين، العين خلصت من كل الدرجات ما فيها الانحراف، طبعا ضمن رينج معين للدرجات. هي طريقه مانا جديده، عمرها فوق ال 15 سنه. تمام، هلا في زرع عدسات التقليديه، يعني اذا المريض مثلا حتى هي الحاله ما بتنطبق عليه، في زرع عدسات تقليديه مثل المرضى الكبار بالعمر بيعملوا مي بيضاء، نحن ممكن نعمل شيء اسمه كلير لينزكتومي، يعني انت على المريض ما عنده مي بيضاء بدنا نشيله نحن العدسه ونزرع الجسم البلوري، يعني ونزرع عدسه داخل العين. الهدف من هاي العمليه ما هو نحن نشيل مي بيضاء ما عنده، ولكن عنده درجات كثير مهمه وما مرتاح وما في عمل الطرق الثانيه، فنحن بهاي الحاله بنصحح الدرجات. حتى بهذا الموضوع نحن المعروف بشكل عام انه بيزرع عدسه داخل العين بشيل الجسم البلوري ما بقى يشوف للقريب، حتى تطورت اجيال من العدسات تخلينا نشوف متوسط وبعيد، احيانا في عدسات مو احيانا بنزرع بس ما كل المرضى، قريب ومتوسط وبعيد، فصارت الحلول كثير متاحه ومختلفه لهذا الموضوع. دكتور، يعني بعد اجراء العمليات التصحيحيه للعين فينا نقول انه ممكن الشفاء التام من هي الحاله، او ممكن المريض يرجع ينتكس اذا في حال كان عنده امراض مزمنه؟ طبعا هلا هذا السؤال كثير مهم، لانه نحن اهم شيء بالاكزيمر ليزر انا بحكيها دائما لمرضى انه عمليه كثير بسيطه، فعلا بسيطه جدا مع تطور تقنيات كثير سهله، ولكن الاهم والاهم مسؤوليه الطبيب دراسه الحاله بشكل دقيق. يعني نحن اذا في امراض مزمنه ممكن نلغي، اذا في ضغط عين ممكن نلغي، اذا شكينا بشيء اسمه القرنيه المخروطيه ممكن نلغي، وهي بتترافق مع امراض مزمنه تحسسيه بالصغر، في جفاف عين ممكن نلغي، مريض سكري غير مضبوط ممكن نلغي، يعني اذا توقعنا حتى المريض غير متابع ممكن نلغي العمليه. خلينا نوضح هون بخصوص مريض السكري. هلا مريض السكري نحن ليش ممكن نلغي العمليه؟ اذا مثلا شفنا شبكيته بلش فيه اعتلال شبكيه سكري، طب انا بدي اعمل له اليوم تصحيح بصر وهو في سبب ثاني لتدهور البصر قدام عيننا، وهو مريض مهمل، فهو رح يعمل عمليه، رح نغير له شكل قرنيته، رح يرتاح فتره قصيره بس رح تكفي الامور معه، زائد اذا كان غير مضبوط بتعرفوا شفاء الجروح بتكون متاخره، واحيانا ممكن يصير عنده انتانات بالقرنيه، يعني ممكن نوقع باختلاطات نحن بغنى عنها، نحن دائما لازم نحط ببالنا ولازم نحن كاطباء نقول لمرضانا انه عمليه الليزك هي عمليه تجميليه، يعني هي مانا اساسيه الا في حالات خاصه، في حالات خاصه مثل ما حكينا اذا فرق كبير بين العينتين المريض ما عم يتحمل نظاره وما بيقبل العدسه اللاصقه بعينه، فهي عمليه تجميليه، واذا ما لنا ضامنين انه ناخذ نتائج كويسه، نخدم مريضنا بشكل كويس، نهرب من الاختلاطات 99.9% بلاها بتكون العمليه. دكتور، دائما بيكون في نصيحه للاشخاص اللي بيرتدوا عدسات سواء تجميليه او طبيه، الطبيب بيقول لهم انتم لازم تتوقفوا فتره زمنيه قبل عمليه الليزر والليزك، خلينا نحكي عن السبب وشو هي الفتره الزمنيه. تمام، هلا هي كمان في شغله سؤال شائع انه نحن بنحط عدسات ما فينا نعمل ليزك، لا او العدسات رح تضرب القرنيه او رح تاذي القرنيه، طبعا في حالات خاصه قليله بتعمل ازياد بالقرنيه خاصه المريض الغير مهتم. هلا موضوع انه علاقه العدسه اللاصقه بالليزك، هل نحن يكفي انه نشيل العدسه اللاصقه اسبوعين قبل الليزك العمليه؟ طبعا العدسات القاسيه ممكن نشيلها شهر، وهي حالات قليله ما نشوفها، هي عاده عدسات طريه. السبب انه نحن العدسه اللاصقه يعني تماسد المستمر مع القرنيه ممكن يعطينا تغير بشكل سطح القرنية، فنحن بدنا نعمل صورة اسمها صورة توبوغرافيا قرنية، هي لحتى نحدد ماهية القرنية وهل هي بتتحمل الإكزيمر ليزر ولا لا، ممكن تعطينا معلومات كاذبة سواء إيجابية أو سلبية، فنحن لازم نرتاح من العدسات اللاصقة، نخلي فيلم الدمع أو الدمع ينتشر بشكل جيد بين القرنية والجفن لحتى تاخذ شكل الطبيعي، وبعدها نصور وندرس الحالة. تمام، يعني من المشاكل كمان يلي ممكن تصيب العين فينا نشوف جفاف العين أو الحساسية، هون ممكن نقدر ناخذ قطرات للعين تناسب، خصوصا يعني بفصل الربيع بصير في كثير حساسية. تمام، هلا بلشت عنا الحساسية، أكيد الحساسية موضوع مرض شائع كثير، تمام، وبتلعب الوراثة في دور، والقطرات جزء مهم من العلاج، والأهم من القطرات هو الوقاية.
يعني نحن المريض كل مريض بيعرف المحسسات الشخصية إلا في شغلات تانية، بس نحن بالنسبة للعين ممكن غبار الطلع، روائح معينة، ممكن شيء بالبيت أحيانا الصوف أو شيء ممكن يهيج له، خاصة إذا عنده تربية تحسسية بالطرق التنفسية. الوقاية إن بعد مثلا عن طلعة من الشمس، إذا الطفل بيقول لك والله بس طلع بالشمس عم تتمع عينه وتحمر ويبلش يفرق بعينه، كمان لازم بعد عنا نحط طاقية نظارة شمسية، الفرق ممنوع، الغسيل بمي باردة أو الكمادات المي باردة. ممكن تساوي نشفان بالعين فينا نقول؟ لا نحن بعدها بنبلش لا مو هي ما هالسبب إنه الدموع أو الفرق هو سبب نشفان، هو سبب ارتكاسي تحسسي. هلا بعد بنبلش بالأطراط، والأطراط هي أنواع كتير ما راح نخوض فيها، بس بدي أقوله إنه الأطراط الكورتيزون بنلجأ لها أحيانا نحن، وعند قسم هم من المرضى خاصة الرمد الربيعي التحسس دول أعلى الدرجات، ولكن لفترة محدودة وتحت إشراف الطبيب. بس الواحد لازم يعرف إذا في عنده أمراض قبل مزمنة أو تماماً شيء تماما، وما لازم ناخذه لحالنا، هو هذا اللي بنعاني منه. أنا إذا شفت مريض غير مهتم ما ممكن أعطيه، هلا ممكن ياخذه ويستمر بس يعني كل ما نكس ياخذه لحاله، أو ممكن يعطيه لحد هاي الأطرة كتير ريحتني فعلا متريح، ولكن إلا مشاكل على المدى الطويل. طب دكتور في نوع من الأطرات اللي هي طبيعي الواحد يستخدمها، هي بتكون مرطبة للعين خصوصا اللي بيستخدموا الليزر أو تبعوا عملية الليزر والليزاك، في أطباء بيقولون أنه خدوه بعد شهرين أو ثلاثة، ولكن بنشوف أشخاص بعد العملية بيعانوا لسنوات طويلة من حالة كل فترة حالة يعني في نقول نشفان العين جفاف. هون شو ينصح؟ انه دائما لازم خلص تصير القطره العينيه مرافقه له؟ تمام. هلا هو جفاف العين كمان مرض ما هو شائع الحمد لله، احيانا بيترافق مع امراض مناعيه، بيضطر المريض ياخذ معيضات الدمع اللي هو الدمع الصناعي مشان ما تضل ناشف العين. هي شو اعراضها؟ انه حرقه، نخز، ما بيتحمل الهواء، ما بيتحمل الضوء القوي للمريض. تمام. هلا نحن بنعوض الدمع والاطراد الانواع، وصار في حتى اطراد بدون مواد حافظه، لزوجيتها بتختلف حسب درجه الجفاف، حتى صار في اجراءات جراحيه بسيطه لنخفف تسرب الدمع في الدم. هلا بعد الاكزيمر ليزر وخاصه الليزك، الليزك نحن وقت عم نقتطع هالشريحه من القرنيه بنرفعها، نحن لعبنا شوي بتعصيب القرنيه. القرنيه كيف تعطي الامر انه انا انه القرنيه ناشفه ولازم يصير دمع؟ من التعصيب اللي فيها. وقت نرجع الشريحه ليرجع يترمم هالعصاب احيانا بده شهرين وسطيا. لذلك نحن بنقول للمريض انه خلي قطره المرطب معك الشهرين، ما تستغرب اذا حسيت مثل في كانه رمل تحت الجفن، اذا انزعجت من الشمس من الضوء، دائما قطر بعينك. وبالمناسبه هي ما الوقت، يعني انا من اخطائنا عاده انه تلاقي المريض بيقول لك عم اخذها صبح ومساء او ثلاث مرات، لا ما الوقت. ممكن المريض بجو رطب يحس حاله ما هو بحاجه، اوكي ما في مشكله، وفي حالات لا يضطر ياخذها لو كل ساعه ما في مشكله. لا بعد الشهرين او ثلاث شهور في مرضى فعلا مستمر عندهم الجفاف، وخاصه اذا عندهم تربيه لهالموضوع، اذا كان شوي يعني فيلم الدم طبيعي ولكن بالحد الادنى، في مرضى ما بيعود الترطيب عندهم بشكل جيد، وهي من الاسباب اللي خلتنا شوي نتراجع عن الليزك ونروح للبي ار كي او الليزر. تمام. دكتور قبل ما نختم مع حضرتك، مشارك بالمؤتمر العلمي الثاني لمشفى العيون، خلينا نحكي عن مشاركتك وابرز المواضيع يلي رح تكون موجوده بالمؤتمر. والله المؤتمر الثاني مؤتمر كثير مهم كان، طبعا المؤتمر الماضي مهم كثير، بس هلا فعلا هسه في قفزه اكثر من حيث المشاركين، كان في مشاركين من دول عربيه، مشاركين أجانب بس على السكايب عم تواصلوا، أعطوا محاضرات كتير حلوة، يعني ألقوا الضوء على كتير شيء جديد كان عنا بالعينية سواء بالاستقصاءات أو بالعلاجات. يعني كان حتى في كم كبير من المحاضرات وكلها مهمة فعلا. هلا أنا مشاركتي كانت عن اختلاط قليل ما يصير وقليل ما نشوفه، ولكن الجراح ممكن إذا شافه ما يعرف شو صار أو ممكن ما يقدر يدبره. طبعا عم أحكي عن الأطباء الجدد مثلي وأصغر مني مع أساتذتنا الكبار، فأنا حبيت ضوي على النقطة لأنه عادة ما بتنعطى بالمحاضرات. شو الممكن نشوفه بالعملية، شو لازم نحط ببالنا حسب حجم هذا الاختلاط، العلاج بيصير فورا، نكفي العملية ولا نوقفها. يعني حطيتك استراتيجية معينة للتشخيص والعلاج عشان ما يتلبك الطبيب بالعملية. تمام. وفعلا كانت محاضرة أنا انبسطت فيها والله، لأنه كانت محاضرة مهمة. تمام دكتور، يعني اليوم كثير من الناس عم يعانوا بشكل كتير كبير من النظارة لسنوات عديدة، بيقولوا لك أنه أنا ما بدي مثلا أخضع لجراحة أو لليزر ممكن يسبب العمى، كيف ممكن نطمن هدول الأشخاص وننصحهم؟ والله منشوفها، وللأسف عم يجينا يعني مرضى واصلين لمرحلة متأخرة. هي أشع عملية نحن بنشتغلها عملية الساد، وأنا هاي المحاضرة اللي عطيتها عن اختلاطات الساد. يعني لازم نحن نشرح لهم أنه هاي العملية رح تعمل أول وآخر. طبعا ما لازم نحن نمسكه بايده للمريض وناخده ببداياته اذا ما عم يشكي، ولكن بس بلش يشكي وتاثر على حياته اليوميه بنقول له المريض انت ممكن توقع تنكسر، وانت عم تقلق على حياتك اليوميه، وانت كل ما تاخرت رح تكون العمليه اصعب واصعب. فهو خاصه المريض اذا عنده مثلا تجربه سيئه باي عمليه لو ما بالعين بصير بيخاف يقول لك انا ما رح اعملها، فيفترض لا يفترض بس طبيب قال له للمريض اعملها يفترض ما يتاخر.
أكيد. يعني بختام حديثنا نشكرك كثير دكتور لكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها، وأكيد كل الصحة والسلام لكل الناس. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك دكتور. وأكيد مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، أما هلأ بدنا ننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار السياسية مع الزميلة لور خضور. يسعد صباحك. يسعد صباحك هايدي. يسعد صباحك نيرمين. موجز لآخر الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الغرب يسعى لإضعاف روسيا وتقسيمها منذ 300 عام، وأن الديمقراطية بالنسبة للغرب هي القبول بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها على العالم. وأشدد الرئيس الأسد في مقابلة مع القناة الروسية الأولى روسيا واحد على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود كل الإرهابيين في سوريا. أكد الرئيس بشار الأسد أنه رغم تغير العالم خلال العقدين الماضيين، فإن العلاقة بين سوريا وروسيا لم تتغير وتتسم بالوضوح والصراحة لأسباب عديدة. أنا التقيت بالرئيس بوتين للمرة الأولى في العام 2005، يعني تقريبا 18 عاما. نفس اللغة التي تحدثنا فيها في ذلك الوقت هي نفس اللغة التي تحدثنا بها أمس. لماذا؟ العالم تغير، تغير عدة مرات، الساحة الدولية والإقليمية، وضع روسيا الداخلي الخارجي سوريا. هذا يعتمد على شيئين. أولا طبيعة الشخص، أي الرئيس بوتين وأنا، نحن أشخاص واضحين صريحين باللغة الخاصة وباللغة المعلنة، ولكن أعتقد هناك نقطة أخرى وهي أهم. ما هي القاعدة الثقافية التي يرتكز إليها كل منا؟ أعتقد بأن هناك ثقافة روسية بعيدة عن ثقافة الاستعمار، بعيدة عن ثقافة الاستعلاء والغرور، احترام للآخرين. هذه ثقافة شعبية. عندما تنعكس هذه الثقافة الشعبية بالعمل السياسي، فدائما سيكون هناك استقرار في العلاقة، سيكون هناك ثقة، وسيكون هناك احترام. الجانب الآخر الذي يصب في نفس الاتجاه أن الدول الغربية تسعى في علاقاتها مع الدول الأخرى التي هي أصغر أو أضعف أن تحول هذه الدول إلى دول تابعة تلبي متطلباتها ولو كان على حساب مصالحها. فإذا المنطق الروسي هو مناقض تماما للمنطق الغربي، وهنا يكمن الفرق في العلاقة بين سوريا والغرب وسوريا وروسيا. هنا تستطيع أن تفهم العلاقة بيني وبين الرئيس بوتين، تنطلق من هذه الصورة الكبيرة، من الصورة القديمة التي عمرها الآن حوالي 7 عقود. ونبه الرئيس الأسد إلى أن الغرب يقول شيئا ويفعل عكسه، فبراعة الغرب هي أنه يقدم مصطلحات لكنه يضع مضمونا لها بطريقته، وجزء كبير من العالم يصدق تلك المصطلحات. فمصطلح الحرية مصطلح جميل، ولكن يمكن أن تكون الحرية هي حرية الإنسان في أن يقتل الآخرين، حرية الإنسان في أن يخرب، الحرية أن يقوم بكل شيء سيء. فهذا المصطلح الجميل يمكن أن يكون له مضمون قبيح. نفس الشيء الديمقراطية. الديمقراطية هي مشاركة أكبر عدد من الناس في القرار الوطني. بالنسبة لهم الديمقراطية هي لك حرية وحيدة فقط، أن تقبل بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها عليك. هذه هي الديمقراطية، أن تقبل بما يريدون. الديمقراطية هي أن تكون عميلا لهم، عندها ستصنف بأنك ديمقراطي. فإذا المصطلحات الغربية هي مصطلحات زائفة. السياسة الغربية مبنية على الكذب وعلى الخداع. أعتقد بأن هناك الآن وعي
متزايد في العالم بأن السياسة الغربية ستؤدي لشيء وحيد، هي تدمير البشرية وتدمير الحضارة، وهي التي ستدمر الإنسانية، وهم يقومون بهذا الشيء الآن، وتدمير الثقافة الحقيقية. الرئيس الأسد أكد أنه من الخطأ الاعتقاد بأن مشكلة روسيا مع الغرب بدأت بموضوع أوكرانيا أو بموضوع جزيرة القرم، مشيرا إلى أن مشكلة الغرب مع روسيا عمرها 300 عام من أيام بطرس الأكبر، والمطلوب من روسيا أن تكون دولة تابعة صغيرة ضعيفة. الغرب هو الذي دعم الإرهاب، ودخلوا إلى مدرسة بيسلان وقتلوا الأطفال، ودخلوا إلى المسرح وخطفوا رهائن وإلى آخره، والإرهاب ما يزال يحاول أن يدخل إلى روسيا. فإذا هدف تقسيم روسيا وأضعاف روسيا هو هدف غربي دائم عمره 300 عام. نفس الشيء بالنسبة لنا في سوريا، الدول الغربية هي التي استعمرت منطقتنا، سواء كان بريطانيا وفرنسا بشكل أساسي، أو الآن أمريكا تحتل الأراضي السورية. لم تتغير السياسات. الأقوى في الغابة هو يأكل الآخرين، لا يوجد قانون دولي، هو على الورق، لا يوجد مؤسسات تحمي القانون الدولي. يوجد الناتو، هل الناتو هو أداة لصالح القانون الدولي؟ لا. فإذا إن لم تكونوا أقوياء ولم نكن أقوياء، لا أحد سيقول لك لماذا خسرت. الرئيس الأسد شدد على أن الغرب يأس منذ زمن طويل من المحاولات الخبيثة للتفريق بين سوريا وحلفائها، لأنه أدرك أن سوريا تفهم تماما الأسلوب الغربي. وقال الرئيس الأسد: هم توقفوا عن كل المحاولات وتوقفوا عن التواصل نهائيا، وهذا أفضل. بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سوريا في روسيا الدكتور بشار الجعفري تنفيذ المهام التي تم تحديدها خلال مباحثات السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وزارة الخارجية الروسية في بيان: تم خلال اللقاء بين بوغدانوف والجعفري بحث سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية العربية السورية السيد الرئيس بشار الأسد إلى موسكو بشأن تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الجوانب. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية. وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 8 منهم بجروح والعشرات بالاختناق، فيما عم الإضراب الشامل مدينة جنين بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها، والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن الولايات المتحدة توقحت إلى أبعد الحدود واللطف معها لم يعد يجدي، وذلك تعليقا على حادثة سقوط المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود. ميدفيديف قال في قناته على موقع تيليجرام: لا توجد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع، واتفاقية شيكاغو لعام 1944 والوثائق الدولية الأخرى لا تنظم هذه القضايا. ويجب التذكير هنا أيضا أن الأمريكيين هم من قوض معاهدة الأجواء المفتوحة التي كانت تعطي الحق في التفتيش العسكري من خلال انسحابهم منها. ختام الموجز، عودة إليك هايدي. شكرا لك لور. أكيد هايدي مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير، ودائما هيك مع بداية الأسبوع بنحب نتعرف على أحوال الطقس يلي رح تكون، لهيك معنا عبر المتنبئ الهاتف المتنبئ الجوي حسان الجردي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا أهلين. أهلا وسهلا. خبرنا أستاذ شو أحوال الطقس بهذا الأسبوع؟ كيف عم تكون درجات الحرارة بالمحافظات السورية؟ هلا بداية صباح الخير من جديد لإليك لزميلتك الأخبارية السورية. إن شاء الله أسبوع حلو، أسبوع فيه خيرات، ببلش بالخيرات بإذن الله تعالى مثل ما الأسبوع الماضي، ودعنا الخيرات كانت جيدة جدا أدت إلى تحسين المعدلات الحصول المطري في أغلب المناطق خاصة بالشرقية وبالجزيرة وبالبادية السورية. هلا المنخفض اللي كنا عم نتأثر فيه خلاص
ونحن هلا ضمن فتره استقرار، ولكن هذه الفتره ما راح تطول. اليوم الحرارات بشكل عام عم تكون تقريبا حول المعدل او اعلى بقليل في اغلب المناطق والمدن السوريه. نحن عم نتاثر بانخفاض ضعيف لمرتفع جوي سطحي عم يترافق بتيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو العليا. بشكل عام الاجواء عم تكون غائمه جديا، بس هيدي الاستقرار مثل ما ذكرت ما راح يطول. خلال ساعات النهار وبعض الظهر تتحول الاجواء الى غائمه، خاصه بالمناطق الشماليه الغربيه والساحليه والشرقيه، لحتى تكون الفرصه باذن الله مهيئه لهطل زخات رعديه من المطر بهيدي المناطق. الهطل خلال ساعات مساء وليل هذا اليوم يوم السبت بيمتد الى اغلب المناطق. المنخفض بدنا نتاثر فيه بيستمر تقريبا من 48 ل 72 ساعه، فعاليته بتكون نهار بكره، بيؤدي الى هطولات مطريه بتكون عامه وشامله باذن الله. الهطولات بتكون غزيره نوعا ما مترافقه بالعواصف الرعديه وحبات البرد ببعض الاحيان. بتستمر الاجواء الغائمه الماطره يوم الاحد والاثنين باذن الله. فرصه الهطول بتكون جيده جدا بمعظم المناطق. الحرارات عليها انخفاض بالنسبه للحرارات لنهار بكره، ولكن عفوا انخفاض الملحوظ بالحرارات بيكون نهار الاحد في انخفاض واضح وملموس على درجات الحراره، لحتى تكون ادنى من المعدل تقريبا 2 ل 4 درجات مئويه باغلب المناطق والمدن السوريه على امتداد الجغرافيا. بتستمر الاجواء وحاله عدم الاستقرار هي حتى يوم الثلاثاء بتبلش الاجواء تميل للاستقرار بشكل تدريجي، حرارات بتصير عم تميل للارتفاع، بس بتضل فرصه هطول مطري بالساحل السوري على شكل زخات محليه من المطر. هلا النهار الخميس والاربعاء بتستمر الاجواء المستقره وبتكون الحرارات بشكل تدريجي عم ترتفع، ولكن الخميس بتكون الاجواء سليميه مغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه والحرارات اعلى من معدلاتها بقليل باغلب المناطق. الفعاليه مثل ما ذكرت هي يوم الاحد والاثنين، ذروه نهار الاحد امطار عامه وشامله، امطار مترافقه بالعواصف الرعديه، انخفاض واضح ملحوظ بدرجات الحراره، نشاط بسرعه الرياح. اليوم الرياح عم تكون جنوبيه شرقيه بين الخفيفه والمعتدله، بتتحول الى جنوبيه الى جنوبيه غربيه نهار بكره، بين خفيفه والمعتدله مع هبات نشطه ممكن تتجاوز سرعه الهبات 65 كيلومتر بالساعه تحديدا بالمنطقه الجنوبيه، والبحر عم يكون خفيف الى متوسط ارتفاع الموج ودرجه حراره مياه البحر 18 درجه مئويه. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 20/8 القنيطرة 15/5 قلمون المرتفعات الجبلية 13/3 درعا 18/8 السويداء 15/9 المنطقة الوسطى حمص الخما 18/9 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 20/11 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 20/11 الشمال حلب وإدلب 19/9 دير الزور الرقة البوكمان المنطقة الشرقية 21/11 وأخيرا بالباقي السورية مدينة إدمر 21/8 إن شاء الله أمطار خير ورحمة بتكون بهذا المنخفض اللي راح يتاثر فيه خلال ساعات اليوم باذن الله، وبيستمر تقريبا بفعاليه جيده احد اثنين حتى يوم الثلاثاء الصباح. معناتها نحن مع موعد لمنخفض جوي يمكن ما راح يكون بشده المنخفض اللي السابق اللي مر، واكيد راح تكون فيه هطولات مطريه ان شاء الله. يا رب الله يبعث الخير. بدنا نشكرك كثير المتنبئ الجوي حسان الجردي لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. ومن عالم الطقس راح ننتقل هايدي لعالم التنميه البشريه. اكيد نرمين راح ننتقل للمشاهدين لعالم التنميه، وبحياه كل حدا فينا هدف او فكره او مشروع حابب انه يساوي او وظيفه حابب انه يحصل عليها. الموضوع بحاجة لخطوات مدروسة، وأكيد بحاجة لامتلاك العديد من المهارات الأساسية بالحياة اللي معروفة واللي منها اتخاذ القرار وحل المشكلات والتنظيم والتخطيط والعديد من الأمور. لكن اليوم رح نحكي عن اكتساب الخبرة اللي ممكن تكون مهارة فكرية عملية نحن بحاجة كتير إلى اليوم بفرص العمل. لكن للأسف يا نرمين اليوم بعض الخريجين بعد ما يتخرجوا من الجامعات ويطلعوا لا يدوروا على فرصة عمل بيلاقوا أنه كل الوظائف او معظمها على الاقل بحاجه لخبره ما بتقل يمكن عن 3 سنين، يمكن هذا الشيء عم بيسبب مشكله لكثير من الطلاب. صحيح، هي مشكله بيعانوا منها كل طلاب الجامعات للاسف. نحن بنلاحظ قديش بيكون في فصل اليوم بين المناهج الاكاديميه وبين الخبرات العمليه بسوق العمل، لهيك نوجدت بعض الحلول يلي اخترعوها او يعني حلوها اليوم المدربين بمختلف المجالات لاعطاء هدول الطلاب الخبرة
خبرة بحيث أنه هنون تخرجوا من الجامعة فبيقدروا هايدي فورا يلاقوا فرصة عمل. أكيد يعني لما نحكي أكثر كيف ممكن اليوم نكتسب الخبرة من وين، كل التفاصيل اللي رح نتعرف عليها سوا اليوم مشاهدينا مع ضيفتنا المدربة التنمية البشرية ولاء الحلاحي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا صباحك وصباح جميع المتابعين. أهلا وسهلا فيك. دائما هي المشكلة يلي بيوقعوا فيها كتير من طلاب الجامعات، خلصوا يعني استلموا الشهادة تخرجوا بدهم يروحوا يتوظفوا، بينصدموا بفكرة شرط الخبرة اللي هو أحيانا عم بيكون طويل سنه أو سنتين أو ثلاثة. كيف اليوم ممكن يتعاملوا مع هاي المشكلة؟ تمام. هلا بالنسبة للخبرة فهي مطلوبة، يعني الخبرة لازم نحن يكون عندنا معرفة كافية عن كل مجالات الحياة. في مقولة بتقول أعرف القليل عن كل شيء وأعرف الكثير عن شيء معين، فنحن بدنا ندور على هذا الشيء المعين يلي أنا حابة أشتغل ضمن هذا المجال أو أنا حابة بلش مشروعي الخاص بهذا المجال، ونحاول قد ما فينا نكتسب خبرة، سواء الخبرة بتجينا ممكن من حياة العمل، ممكن من العائلة اللي هي اللبنة الأولى للمجتمع، ممكن من العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء أو مع الأسر أو من العلاقات الاجتماعية بشكل عام. إذا بدنا نعطي خطوات بسيطة لبداية المشروع، فرضا أنا في ببالي مشروع معين وشغل خاص فيني، فالخطوة الأولى اللي هي تحديد فكرة المشروع، أنا من وين بدي بلش وشو الفكرة لهذا المشروع، بحط الفكرة اللي بتتناسب مع قدراتي العملية والعلمية مع المؤهلات اللي أنا بمتلكها، أنا وين بشوف حالي ناجحة، وين عندي مهارات إبداعية بحاول أشتغل على هذا الشيء. الخطوة الثانية لبناء المشروع أو لتنفيذ هذا المشروع يلي هي البدء بتنفيذ المشروع، نحن بعد ما حددنا فكرة المشروع بدنا نبلش بتنفيذ هذا المشروع، نعمل دراسة شاملة لكامل المشروع. طبعا هاي الدراسة بتتناسب مع جدول زمني، جدول زمني محدد، أنا خلال هالفترة لازم أنجز كذا، أنا خلال هذا الوقت لازم يكون عندي هالفرصة الفلانية. طبعا هون بدنا نحط ببالنا شغلة إنه هذا المشروع اللي أنا بدي أسعى له أو بدي أشتغل فيه بما يتناسب مع قدراتي، مع إمكانياتي، مع دراساتي، مع المؤهلات اللي أنا بمتلكها. كمان بدنا نحط ببالنا الجدوى الاقتصادية، فالخطوة الثالثة هي عمل جدوى اقتصادية للمشروع، أنا شو معي رأس مال، شو عندي ميزانية ممكن حطها لهذا المشروع، في حال كان رأس المال مناسب يفي بالغرض ببلش بهذا المشروع لحالي، أما في حال كان رأس المال قليل ما بيتناسب مع ميزانية المشروع يلي أنا حاططه يلي أنا عم أسعاله، فممكن هون استعين بشريك أو ممكن اتدين لحيث أنه حط أول درجة بالسلم، مثل ما بنقول بالعامية طلوع السلم درجة درجة. فنحن بس حطينا الخطوات بلشنا فيهم بالتدريج بنوصل لبر الأمان وبنوصل لمشروع ناجح. كمان النقطة الخامسة اللي بدنا ناخذها بعين الاعتبار هي تحديد المكان المناسب، يعني أنا حطيت الخطة، بلشت بتنفيذ المشروع، عملت دراسة شاملة للمشروع، بصفي المكان، أنا طبعاً بدي أختار المكان المناسب لهذا المشروع، سواء كان فرصة عمل أو مثلاً بدي روج وصوق لخدمة أو لسلعة معينة، بعمل دراسة عن كامل المنطقة قبل ما أعتمد أنه هذا المكان يلي أنا بدي أعمل فيه المشروع. بعدين الخطوة السادسة فينا نقول هي الكادر الوظيفي أو كادر العمل، من أهم الخطوات يلي بيعتمد عليها نجاح أو فشل هذا المشروع هو الكادر الوظيفي. أنا لما بجيب كادر عمل عندهم خبرات، عندهم دراسات، عندهم شهادات، عندهم إمكانيات وعندهم مهارات إبداعية، فبالتالي رح أحصل على مشروع ناجح. وكمان بدنا نحط ببالنا الخطوة الأخيرة اللي هي التسويق والإعلان، يعني نحن بعصر النت وبعصر التكنولوجيا، فمن الطبيعي انه التسويق الصح والاعلان الصح لهذا المشروع او لهذا المنتج بما يتناسب مع المنافسين يلي انا بدي اطرح هذا المشروع، بدي احط ببالي منافسين بالسوق، فالتسويق الصح والاعلان الصح هو اللي بيوصل هذا المشروع لاكبر فئه من فئات المجتمع. في مقولة بتقول أنه لكي تعمل لابد من خبرة، ولكي تحصل على الخبرة لابد من العمل. هون كيف ممكن الواحد يحصل على خبرة إذا ما توظف؟ ممكن يكون في أنشطة معينة، دورات تدريبية، أشخاص متخصصين بمجال معين نقدر نستفيد وناخذ خبرة منهم؟ تمام. هلأ بالنسبة لاكتساب الخبرات فعنا كتير طرق، مثل ما ذكرنا أولا من حياة العائلة، يعني الأب الناجح والأم الناجحة بالتالي رح يعطينا عائلة ناجحة، فنحن بنكتسب الخبرة بالبداية من العائلة، من الأم والأب والأخوات. اثنين التعليم والتدريب، فرضا أنا دراستي كذا فأنا فيني ضمن دراستي أثناء مرحلة الدراسة اشتغل
اتوظف بهي الوظيفة أو هذا الشغل اللي أنا رح أشتغله أثناء فترة الدراسة. أولاً هالشي بطور من ذاتي، بأثبت ذاتي أكثر، كمان بيعطيني استقلال بالشخصية، بيعطيني أنه أنا لازم واجه صعوبات الحياة، قد أتعرض لبعض العرقيل، لبعض المطبات، كيف أنا مدى استيعابي ومدى تحملي لهي الضغوط. كمان ممكن نكتسب الخبرة من توطيد العلاقات الاجتماعية، نتعرف على أصدقاء بكذا مجال، أو ممكن من خلال الدورات التدريبية، من خلال التعليم الأكاديمي، بالإضافة للدراسة اللي أنا عم أدرسها. كمان ممكن نكتسب الخبرة من خلال أشخاص عندهم خبرة بهذا المجال أكثر مني، أشخاص كفؤ أكثر مني. مو غلط أنه أنا إذا لقيت في شخص ناجح ضمن المجال اللي أنا بحبه أو ضمن المجال اللي أنا عم أشتغل عليه أخذ من خبرة هذا الشخص أو استفاد من الكم الهائل من المعلومات اللي عند هذا الشخص. كمان القراءة والتصفح، يعني ممكن نحن نستغل وقت فراغنا بأنه نقرأ لو عن النت أو الكتب العلمية عن الموضوع اللي أنا بدي أشتغل عليه، نكتسب مهارات جديدة، نكتسب معلومات جديدة. وبالتالي هذا الأمر أنا يوميا إذا اكتسبت 10 معلومات ضمن أي مجال، لغة جديدة أو أي مجال علمي معين، فأنا حفظت مثلاً 10 أرقام أو 10 كلمات باللغة الإنجليزية، فأنا بالتالي عم أقي نفسي من مرض الزهايمر اللي هو مرض العصر. فاكتساب الخبرات بعود عليه بالفائدة قبل ما يعود بالفائدة على هذا العمل، وبالتالي رح يكون عضو فعال ضمن هذا المجتمع، يعني علاقة ترابطية وتفاعلية من الفرد للمجتمع. كثير منشوف بعض الحالات طلاب بيكونوا عم يدرسوا بالفترة الجامعية بيحبوا يشتغلوا، ولكن بيلاقوا المانع الأول هنن الأهل، بيقولوا لا خلص جامعتك خد شهادتك بعدين اشتغل اللي بدك إياه. برأيك قديش هاي الحالة صحيحة أو غير صحيحة؟ وإذا بدنا نقارنها بالمجتمعات الغربية، يعني مثلا المجتمعات الغربية من المتعارف عليه أو من البديهي يكون أنه طالب بيدرس وبيشتغل مع بعض. هلا بالنسبة للعمل أثناء مرحلة الدراسة فهو أمر كتير مهم وكتير ضروري. هذا الطالب هو مو بس أنه والله موظف بهالحياة بس ليدرس، لا، أنت لازم تواجه حياة العمل، لازم تتعرض لبعض المطبات، لازم تواجه هاي الضغوطات الحياة. شوي شوي وبالتدريج رح يحس أنه أنا قد هاي المسؤولية، أنه أنا عم حس بذاتي أكثر، عم طور من ذاتي أكثر، عم اكتسب خبرة من أرض الواقع، عم اكتسب مهارات جديدة من أرض الواقع. بالتالي هذا الأمر رح ينعكس إيجابا على نفسية هذا الشخص. هذا الشخص لما عندي دراستي وعندي شغلي وعندي وعندي، فبالتالي ما رح يكون عنده وقت فراغ، لأنه وقت الفراغ ممكن يستغله بطريقة خطأ، أو ممكن نسمح للمشاعر السلبية، للأفكار السلبية أنه تسيطر علينا. فكل ما كنا عم نشتغل على حالنا أكثر، عم نطور من ذاتنا، بالتالي هذا الأمر رح يعطيني استقلال بالشخصية، رح أكتسب خبرات جديدة، رح أكتسب المهارات الإبداعية اللي موجودة عندي. كلنا عنا نقاط قوة بشخصيتنا، ممكن اشتغل أول عمل ما يناسبني، ممكن اشتغل تاني عمل يكون لظرف ما اترك هذا العمل. دور على نقاط القوة، دور أنا وين بلاقي حالي مبدعة، وحاول اشتغل على هذا المجال وطور من ذاتي أكثر. شكرك كثير ضيفتنا ولاء لحلح، شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لكم وشكرا لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا كثير لك. بتضل التجربه اليوم والمبادرات التطوعيه او اي نشاط ممكن يعمله الشخص ضمن مرحله الجامعه اكيد رح ينعكس عليه ايجابا باكتساب الخبره. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اما هلا خلونا ننتقل لحلب. مبادره اطلقتها الهيئه العامه لمشفى ابن خلدون في حلب هدف اخراج الاهالي من حاله الخوف والهلع بعد والذي اصابهم بعد الزلزال. نشاطات متنوعه قدمت للاطفال تتضمن برامج ترفيهيه ومسابقات ورسم والعاب. تفاصيل ضمن التقرير التالي. بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مدينة حلب ولجوء العديد من العائلات التي فقدت منازلها إلى مراكز الإيواء، كان لابد من برامج خاصة للدعم النفسي للأطفال والنساء من خلال الفرق الطبية والجمعيات المختصة والمبادرات الأهلية والحكومية. من هذه البرامج المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون والتي هدفها إخراج الأهالي من حالة الخوف والهلع الذي أصابهم بسبب الزلزال. مركزنا يعتبر مكان استضافي رائع ومثالي، في التزام، في نظافة، في ترتيب، في تنظيم. نحن طبعا مستضيفين 69 عائلة،
حوالي 200 شخص منقدم لهم كل الرعاية الكافية ومنعتبرهم أهلنا. هو يوم تفاعلي مع الأطفال، كتير حابين نشتغل مع الأطفال في موضوع الدعم النفسي، الطفل يتأثر بشكل كبير جدا، فنحن بحاجة إنه نشتغل مع الأطفال ألعاب تفاعلية، رسومات، تعبير عن المشاعر، تحويل المشاعر السلبية إلى مشاعر إيجابية، بالإضافة مثل ما شفت حضرتك في جلسة توعوية للأمهات، لأن الأم هي حاضنة، بمجرد استقرار الأم هو استقرار للعائلة. نشاطات منوعة قدمت للأطفال تتضمن برامج ترفيهية ومسابقات ورسم وألعاب جماعية تفاعلية، إضافة إلى المحاضرات التوعوية للنساء والأمهات تنتج عنها تقديم خدمات عديدة بالإسعاف والعلاج والدعم النفسي. كل الفئات تأثرت بطريقة أو بأخرى بالكارثة الطبيعية اللي صارت عنا بسوريا بشكل عام وبحلب بشكل خاص. هلأ الخدمات اللي قدمنا هون إسعاف نفسي أولي، تسخيف نفسي، مشورة نفسية سريعة، إضافة إلى خدمة العلاج الدوائي. هن الأطفال أكثر فئة هشاشة في المجتمع خلال أنشطة موجهة وألعاب تفاعلية، هو عبارة عن تفريغ المشاعر اللي كانت مكبوتة عندهم خلال الزلزال وبلش ولا تظهر عليهم. المبادرة استهدفت أكثر من 80 مركز إيواء، ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 10,000 شخص، عدا عن الزيارات المنزلية للعوائل التي تضررت من الزلزال بهدف دفعهم للتأقلم مع الحياة من جديد. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب الشهباء. هذه يعني صرنا على أبواب الشهر الكريم، وبهذا الشهر دائما كثير من الأشخاص بيعانوا من بعض المشاكل الصحية نتيجة يمكن تناولهم وجبات دسمة وعدم تنظيم غذائهم الصحي. أكيد يعني رمين، مثل ما ذكرتي يعني أيام قليلة بتفصلنا عن قدوم شهر رمضان مبارك، شهر الخير والبركة، شهر الكرم واللمة اللي بتجمع العائلة، وأكيد لهذا الشهر في وقع خاص على عاداتنا وطقوسنا بأوقات الفطور والسحور. أكيد يعني مع اختلاف الأطعمة لابد أنه ننتبه على النوعية والكمية والأوقات المناسبة لها، لهيك فينا نقول يعني رمين أنه هذا الشهر هو فرصة مناسبة لتعديل وتحسين العادات الغذائية الخاطئة اللي كنا نتبعه، وأكيد ممكن نعالج أجسامنا كثير من الأمراض، واللي حابب يزيد وزنه أو حابب ينزل وزنه أكيد بيقدر من خلال أنظمة غذائية متكاملة رح نتعرف عليها اليوم سوا مع ضيفتنا اختصاصية التغذية عنان دلة. يسعد صباحك. صباح الخير صبايا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. معروف عنه صوموا تصحوا، ولكن في كثير من الأشخاص بيصوموا بيصير معهم تخمة، بيصير معهم أمراض، بيكتسبوا وزن زائد، فخلينا يعني بلش مع حضرتك هيك إنه كيف نحن ممكن نستفاد من الشهر الكريم ومن حالة الصيام لحافظ على أجساد سليمة أو نعالج بعض المشاكل الصحية اللي كانت عندنا. تمام، بالبداية رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، نعاد على الجميع بالصحة والسلامة. متعارف عليه دائما انه شهر رمضان، انه انا بسمع على رمضان، انا بطلع على العيد معي 3-4 كيلو زياده، في ناس اكثر بنسمع بتقول دائما انه هن بيزيدوا الاشخاص اكثر ما هن ينحفوا. فاليوم بصدد نحن نحكي عن زياده الوزن، نعطي مجموعه من النصائح للاشخاص يلي بيعانوا من هذا الموضوع. هلا الصيام بحد ذاته هو بينحف، هو بيحسن مستويات الانسولين، مقاومه الانسولين بالجسم، بينظم مستويات سكر الدم، بيحرق دهون، كمان بيقلل مستويات الكوليسترول ضار ال دي ال. لكن شو عم يصير عنا نحن؟ هي الفائده ما عم ناخذها لانه نحن عم نبالغ ويصير عنا افراط بتناول الطعام بعد المغرب او بعد الافطار، فبتتفنن ست البيت بمائه الافطار باكثر من نوع من وجبات الافطار الاساسيه، عم يكون عندي اكثر من نوع ممكن من الشوربه، عم يكون عندي من المقالي، عم يكون بعدين عندي الحلويات، فانا كانه صاير عندي انا بس انه انا بدي اكل هي الفتره بين الافطار والسحور، بس بدي اكل عوض هالنقص اللي صاير عندي طول النهار. لهيك نحن بيصير عنا بعد الافطار تخمه، مشاكل بالجهاز الهضمي، بياكل واحد بس بده يقوم يحط راسه وينام على قد ما هو صار في عنده تخمه والام بالمعده او بمشاكل بالجهاز الهضمي. كمان عم يصير في عنا احتباس سوائل نتيجه زياده تناول السكريات، زياده تناول الاملاح او الشوربات المليئه بالاملاح.
تمام، خلينا نحكي أكثر عن التوازن الغذائي، عن أهميته، كيف ممكن نقدر اليوم نحصل عليه خصوصا اليوم بالظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة على الكل. خلينا نوضح كيف ممكن نقدر ناخذ القيم الغذائية من يعني أبسط الأطعمة، أبسط الوجبات، بحيث نحافظ على صحة جسمنا. تمام، هلا بالبداية أهم نقطة نحن لازم نعملها إنه ننظم وجباتنا الغذائية. كيف بدها تصير؟ هلا ببداية شهر رمضان رح يصير في عندي طبيعي تصير خربطة بالجسم، لأنه اختلفت عندي مواعيد النوم، مواعيد تناول الطعام، اختلفت روتين حياتي كله، يعني اول اسبوع بس لا يتعود الجسم. لكن احنا بدنا نحاول نكون يعني برويه هيك ندخل الطعام على جسمنا. لهيك دائما بنقول اول فتره لا تبلشوا دغري بوجبه الافطار بكاسات مي بارده، لانه هي رح تضر المعده، رح تعمل الام بالمعده. اثنين، فيني بلش انا اذا امكن انه انا اقسم وجبه الافطار لوجبتين، مو بفارق كثير وقت، لكن بالبدايه خليني بلش انا بالتمر، بلش بزبديه شوربه وسط. دائما بنحكي نحن فينا ناكل كل شيء بس باعتدال، يعني انا مو ضروري احلم حالي، ولا ضروري الشخص اللي رايح عند اختصاصي تغذيه يعمل نظام غذائي لانزال الوزن برمضان، لا يعني يكسب هذا الشهر لينزل وزنه، انه هو يفكر انه هو رح ينحرم. احنا رح ناكل كل شيء لكن باعتدال بكميات تناسب جسمي ووضعي الصحي. فبدي بلش بشوربة، فينا نقول عدس، شوربة خضار، أي نوع شوربة موجودة عندي لكن بكمية قليلة أو معتدلة. فينا نبلش كمان بصحن السلطة، وهون أعمل بريك أنا، فيني أقوم صلي، فيني أقوم إذا عندي ست البيت جلي، بس مهم أنه أنا أقوم أحرك شوي حتى ما يكون الأكل كله وراء بعض ويعمل لي تخمة ومشاكل بالجهاز الهضمي. هلأ في حال ما قدر الشخص كان جاي كتير يعني جوعان وبده ياكل، فنحن بدنا نبلش بالطبق الرئيسي لكن نمضغ على مهل، ناكل ببطء مو بسرعة، نعطي الطعام حقه بتناول الطعام. بالنهاية ما حنحكي نحن على نوعيات معينة يعني للشخص، لكن نحن نعطي نصائح عامة بنوعيات الأكل. دائما الصحن عنا يا نحن نقسمه فينا نقول بالنص، نص كربوهيدرات اللي هي فينا نقول ربع سلطات أو خضار، ربع الثاني رح يكون في عندي إن كان رز، إن كان معكرونة، إن كان بطاطا، إن كان برغل، كينوا، نوع من النشويات المعقدة. وفينا نقول كمان نحن ثلث بروتينات رح نحط، بروتينات حيوانية مثل الدجاج، مثل اللحمة، مثل السمك، أو فينا نعود بالبقوليات في حال كان عندي انا اكل محتوي على البقوليات. هيك بكون انا تنوعت، ان كان اخذت بوتاسيوم ومجموعه من الفيتامينات والمعادن من التمر، كان اخذت الياف من الخضار الموجوده عندي، وكمان اخذت انا بروتينات واخذت الياف من النشويات المعقده. خلينا نركز على موضوع السكريات، كونه هو الموضوع اللي بيعانوا منه كثير من الاشخاص نتيجه الحلويات. يعني هي حلويات ما بيكون يمكن سعرها كثير مرتفع ولكن تكون مليئه بالقطر. فخلينا نقارن مثلا لما انت عم تحكي تمر، كم حبه تمر قديش مثلا لو اخذوا يعني حصه من هي قطعه الحلو القطايف، او الشيء اللي كثير بيكون فيه قطر قديش بيكون في فرق بالسعرات الحراريه. ايضا قارنوا بالفواكه العاديه الموجوده هلا بهذا الوقت. تمام، هلا نحن دائما بهذا الموضوع ما فينا نعمم، لانه كل شخص له نظامه الغذائي الخاص فيه حسب طوله ووزنه وعمره حسب حالته الصحيه. يعني نحن ما فينا نقول مثلا تمره ياخذوها كل الاشخاص، في اشخاص بحاجه ثلاث تمرات، في اشخاص ممكن يوصلوا لخمس تمرات. بالنهايه نحن دائما ثلاث تمرات وعاده ثمره فاكهه. نحن هلا عم نحكي تمره ثلاثه خمسه، ما عم نحكي بصحن صغير تمره، هذا الفكره عم نحكي. نحن حتى يعني في اشخاص بنهايه ايام الصيام ما بيعود مثلا يشتهوا ياكلوا التمر، فنحن بنعود هون بالفواكه. فهي يعني اختلاف اول شيء رغبات الشخص، اختلاف هو شو متعود وهو قديش بحاجه. لكن نحن عم نحكي وسطيا، ممكن من واحد لثلاث تمرات، ودائما التمرات بيكون حجما وسط مو التمرات الكبيره، لانه كمان هون بس كانت التمره كبيره فرح نقلل نحن العدد. بالنسبه للفواكه لازم نحن يكون عندنا حصص من الفواكه، ممكن اثنين ممكن ثلاث حصص، كمان بنرجع بنقول حسب حاجه الشخص، حسب وزنه، حسب طوله، حسب قديش عم ياكل هو. يعني كلياتها هي بالنهايه معادله، نحن قديش عم ناكل قديش نحن عم نحط حصص لباقي الانواع من الاطعمه. فحصص الفواكه ممكن نحن ناخذها بالسناك اللي هو بين 10 لل 11 بالليل، مع كاسه من الحليب، مع كاسه من اللبن، فينا نتناولها. هلا امتى فيني اكل حلويات؟ واكيد نحن ما فينا نمنع الشخص نقول له انه ما تاكل ابدا طول الشهر، لكن بنرجع بنقول الاعتدال، الاعتدال هو سر الصحه. انا فيني اتناول لكن مو على مدار كل يوم. يعني انا نحن بنلاحظ بعض العائلات انه كل يوم كل يوم كل يوم عندي ناعم، عندي صحيح. حلو، عندي معروك. الوربات، عندي المعروكه، المعروك كلها معجنات. هي للاسف انا لو فكر بهي نوعيات من الاكل
بشوف انه ما في لها قيمه غذائيه، يعني هي بس عجين وسكر، او هي بس العجين مقلي وحطت له. يمكن هي بتجي مع العادات اللي بتكون برمضان، هي مشاهده التلفزيون والمسلسلات أكيد. فلازم يكون في نقرشات على الطاوله، هي هي الفكره. اكيد نحن نرجع بنقول ما في حرمان، ما حنحرم، بس نحن مو على مدار كل يوم، وفي حال اكلت انا ما بالغ بالكميه، يعني انا عندي الناعم هالقده مثلا القرص تبعه، فانا في ناس ممكن تاكل واحد كامل او تاكل نص، نحن فينا نتناول لكن باعتدال العامل كنترول على حالي. بالعموم النصيحه لتناول الحلويات لازم تكون يفضل بعد وجبه الافطار فورا، لانه انا هيك هيك مرفوع نسبه السكر بالدم عندي، فانا بستغل رفعه السكر بالدم عندي، فرد مره باكل قطعه الحلو، القطعه راح تكون بحجم فنجان القهوه، صحن تبع القهوه، ومو على مدار كل يوم، احنا فينا نقول على مدار يومين بالاسبوع متباعدين عن بعض، هيك بكون انا رضيت نفسي اكلت وبنفس الوقت بكميات ما حتاثر علي بشكل سلبي او على زياده الوزن، وبتكون انا ما حرمت حالي. تمام، خلينا نحكي اكثر يعني من السلوكيات الخاطئه يلي ممكن يقوم فيها الشخص يلي بده ينحف برمضان ينزل وزنه، بشوف انه بيلغوا وجبه السحور على الاخير، هل هذا الشيء صحيح؟ وخلينا نوضح اهميه وجبه السحور. تمام، هي من اشد العادات الغذائيه الخاطئة، انه انا ما بيجي على بالي اكل، انا ما بشتهي الاكل على السحور، او ما بدي فيه، او انا سهران اوريدي على جسمين تمام اكل وجبتي. هلا النقطة الأولى، نحن لازم نعمل فترات مثل ما حقول لك صيام كامل، لكن انا اكلت وجبة الافطار تبعي، في حال اخذت الكمية اللي انا مخصصة لي، فانا خلص بوقف اكل ممكن للعشرة 11، باخذ هون الوجبة الثانية هي وجبة سناك خفيفة، تمام؟ بدي ارجع كمان هون وقف اكل انا من وجبة السناك الثانية أو الأولى على الساعة 11 للأربعة ممكن لقبل أذان الفجر لوجبة السحور، لازم أعطي هي الراحة لجسمي أنا لأمعائي تهضم على مهلها، وأنا كمان ما ضل عم دخل سعرات حرارية لجسمي بجوع وبغير جوع. أما عن وجبة السحور كتير مهمة، لأنه هي رح تعطيني الطاقة والنشاط لتاني نهار، هي رح تعطيني الحيوية لتاني نهار، كمان أنا كيف عم باكل أو شو نوعيات الأكل اللي عم باكلها على وجبة السحور هي عم تأثر بشكل إيجابي أو سلبي تاني نهار. يعني الناس اللي بتفطر أو بتتسحر من طبخ البيت هذا غلط، لأنه بيكون في أملاح كتير وبهارات كتير بالأكل. الناس اللي تاكل أجبان كتير كمان هو رح تتعرض للعطش طول النهار، فأنا بدي أختار نوعيات أكل مثل البيض، مثل اللبنة مثلا، مثل الحليب والشوفان. في ناس ممكن ما تحب تتسحر هي خبز ولبنة أو بيض، ممكن إلا مثلا كاسة لبن مع قطعة فواكه أو ثلاث تمرات أو موز مثلا، نحن دائما بنختار الفواكه فيها بوتاسيوم كرمال تقيني العطش بالساعات الطويلة للصيام. نحكي كمان على العادات الغذائية الخاطئة، هي شرب كميات كبيرة من المي على السحور. دائما نحن بنشوف انه يلا مكسب نحن رح يقدم فلازم نشرب مي، فهون نحن عم نعمل مفعول عكسي، لانه عم يعمل اجهاد للكلى، عم يصير في عندي ادرار بول اكثر، وبالتالي زيادة شعور بالعطش خلال الساعات الاولى وقت انا في من النوم. اكيد نتشكرك كثير عنان بالله، شكرا لك للمعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لكم صبايا، شكرا كثير لك، واهلا وسهلا فيكي. ومكفيين باقي فقرات صباحنا غير، وايضا راح نروح على محطه جديده، تقديم الدعم النفسي للاطفال في مراكز الايواء بمدينه خان شيخون يعد اهم الاهداف التي تعمل مديريه الثقافه بادلب على تحقيقها من خلال الانشطه التعليميه والترفيهيه. التفاصيل ضمن التقرير التالي. تقديم الدعم النفسي للأطفال في مراكز الإيواء بمدينة خان شيخون يعد أهم الأهداف التي تعمل مديرية الثقافة بإدلب على تحقيقها من خلال الأنشطة التعليمية والترفيهية، حيث تواصل مديرية الثقافة إقامة أنشطة منوعة في مركز إيواء الثامن من آذار بغية تعليم الأطفال وتقديم المعلومات بطريقة تحفيزية. هلأ نحن لأنه علينا بهالأيام هاي أنه قدر الإمكان نبني جيل عنده روح تكون إيجابية في حياتهم، فأول ما بدنا ننطلق نحن ننطلق بالطفل، فمديرية الثقافة مشكورة عن طريق هالمبادرات ورش العمل اللي عم بتصير هالنشاطات مع الأطفال، عم نعمل قدر الإمكان أنه لنبني جيل عنده طموح كلهم حسب قدراته طبعا وكفاءاتهم، فأنه يكون عنا جيل عنده طموح للتغيير نحو الأفضل، إمكانياته صار توزيع قصص هيك، فنحن وقت الطفل بتعود على القراءة فما حيقدر يفرقها. نشاطنا اليوم هو من ضمن النشاطات التي تقوم بها مديرية الثقافة بإدلب في مراكز الإيواء لأهلنا المتضررين من الزلازل، نقيم أسبوعيا العديد من الأنشطة
الثقافية، أنشطة دعم نفسي، أنشطة تعليمية بهدف مساعدة الأطفال على تجاوز الأزمة النفسية التي مروا بها بسبب الزلزال. نشاطنا اليوم بيتضمن العديد من الفقرات، فقرات ألعاب ترفيهية، فقرات دعم نفسي، فقرات ألعاب رياضية، إضافة إلى توزيع العديد من منشورات وزارة الثقافة بهدف تشجيع الأطفال على القراءة. الأنشطة تضمنت مسابقة الأسئلة العامة للأطفال لزيادة معارفهم، وألعاب منوعة وأنشطة رياضية مختلفة، إضافة لتوزيع القصص القصيرة التي تناسب أعمارهم وتشجيعهم على القراءة. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة خان شيخون. آخر محطتنا الصباحية نرمين رح تكون عن عالم الثقافة والأدب، رح نسلط الضوء على فنانة لها العديد من الإبداعات بعالم الفن التشكيلي والعديد من الإصدارات الأدبية بعالم الأدب بين مجموعات شعرية وروايات وقصص أيضا. خلونا نرحب سوا بالكاتبة أسمهان حلواني. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. رح نبدأ مع حضرتك من آخر إصداراتك الأدبية اللي كان بعام 2022، رواية لورانس. خلينا نحكي أكثر عنها، عن الفكرة وعن الإصدار. آخر إصدار كان رواية لورانس السنة الماضية تقريبا، ببداية السنة الماضية. كتير صعب تحكي هيك بكلمتين عن رواية تقريبا تقع بحوالي 350 صفحة، لكن خلينا نقول انه هي حملت شريحة كتير كبيرة من المسارات. كان في منا الشيء الفلسفي، الرؤية تجاه الأمور بالحياة، تناول الردود الأفعال ما بعد الأزمة، وتناولت أشياء في العالم الماورائي، خلينا نقول العالم الموازي، وأسقطتها على رسالة كونية بالنهاية بتحملها للبشرية، اللي هي منع التدمير البشرية. نحن يعني هلأ بشهر آذار، شهر المرأة والمعلمة والأم، خلينا نسمع شو كاتبه اليوم حضرتك. شهر آذار شهر الولادة والتفتح، وهذا كله أكيد بيتفق مع كونه شهر المرأة والأم. أمي، ولأنه كان خيمتي حين اعتراني التشرد، ومظلتي حين باغتني مطر الحدث، لأنه محراب صلاة اعترافي حين ارتكبت الذنب، كنت أشد الطرف منه وأخشى أن أضيع الدرب. ثوبك أمي، في كل مرة أكتبني فأجد أني ما كتبت نفسي، بل أكتبني كما أردت أنت. فهلا بقيت أكثر، علنا نوقع ديوان خلودنا كما تشتهين. في قلبي قطعة سكر أهدتني إياها أمي، العهد لذة بالحلاوة، المطر غمامتي، والمرار وعد يتقطر. لك ويسلم هتم. يعني مواضيع المرأة بمختلف أدوارها شغلت الكتاب دائما، المعاناة، كثرة معاناة وخصوصا بالعالم العربي. بتحسي اليوم هاي الكتابات قدرت تنصف دور المرأة، عم نحكي عن المرأة العربية ومعاناتها؟ بالبداية دائما المعاناة هي اللي بتكون أنا بسميها الشرارة، اللي بتوقد أي عمل فني سواء كتابة أو أي يعني أي منطلق فني آخر. نحن بنحكي عن الرواية، بنحكي عن الشعر، بنحكي عن الرسم، عن الفن التشكيلي، المسرح إلى آخره. دائما قضية المرأة محفز، لأنه المرأة بشكل أو بآخر هي الرحم الذي ولد منه أي أديب أو كاتب، وبالتالي هناك دائما هذا الفاصل، الحبل السري الذي لا ينقطع، ينقطع حقيقة عند الولادة، لكن مجازا هو حبل دائما موصول وموجود. الأم مؤثر جدا كبير، سواء كانت قريبة أو بعيدة، سواء فقدتها أو أنت ملتصقة بها، هي المحفز لأي عمل يقوم به الإنسان، من ذاكرته، من طفولته، من الحس الاحتواء، الاحتضان، الأمان، الدفء، هذا كله يعني الأم.
حتى حين تكون الأم يعني مقيدة أو متسلطة، أو ليست كل الأمهات طبعا أمهات جيدات للأسف، هناك بعض الحالات، نحن بالنهاية بشر، حتى هذا يمكن أن يخلق حافز ومحفز للكاتب الأديب لينتج نتاج يتحدث عن هذا لو بشكل مجازي. نعم. يعني لجانب موهبتك بالفن التشكيلي بالشعر بالأدب، أنت أيضا صيدلانية، خبرينا كيف عم تقدري توازني اليوم بين هذول المجالات؟ التوازن دائما أمر صعب، أصعب شيء أنه الواحد يقدر يمسك العصا من المنتصف ويبقى متوازن وبنفس الوقت أن لا يقف حيادي تجاه أي موقف، أن يذهب فيه للنهاية. الوقت ملكي، حين يكون الوقت ملكي إذا أنا قادرة على التحكم، ما بسمح للوقت أنه ينسرب من بين إيدي، دائما في ترتيب معين، في خطط معينة، حتى لو ما كانت بالورقة والقلم، في إنجازات لازم تنحسب أنه لازم تنعمل. فهذا النوع بيوحي باقتدار المرأة. المرأة جبارة بالمناسبة، هي قادرة على أنه تكون أم وأب بذات الوقت، وقادرة على أنه تكون سيدة منزل وطباخة ماهرة وسيدة أعمال يدوية، وبنفس الوقت هي مرأة عاملة ومغامرة وقادرة أنه بهذا التوازن أنه تحتوي كل هاي المسائل مع بعض. جهد أكبر، تنظيم أكثر، الأمور أكيد بتصير أفضل. احنا متعودين على المرأة السورية دائما المعطاءة اللي قدرانة تلعب أكثر من دور بحياتها. خلينا نسمع شيء ثاني من حضرتك ومن كتاباتك، تفضلي. قالت لي أمي الشموس لا تنام، لا تنطفي، لكنها تحت الوسادة تختفي. ومنذ حلم أرسم الصحو قزحا من ألوان، وأخفي تحت وسادتي أجنحة الظلام. قالت لي أمي للأشجار غناء أخضر، جذوعها القيثارة وأوتارها أشعة نور. ومنذ نغم أعزف الحب قصيدة وترقص في نوم الغابة. قالت لي أمي الحزن عري، لا تدعي الدمع يلامس منك الكهرمان. ومنذ مطر أرتدي الفرح وأكسو الكآبة بالأمل، ولأبعد عن جسدي قشعريرة الحمى أتزين بعباءة غيمة سقطت من شهيد. ما بيني وبيني مساحة هي أنت، ومسافة من ولعي أطويها برفق، كلما ازداد يقيني بأنك ما زلت أنت مسامات النشوة بيني وبيني. أهلاً بك. عن مشاريعك بالأيام القادمة، هل عم تخططي لشيء جديد؟ أكيد المشاريع ما بتتوقف، طالما في وحي دائماً بداهمك فأكيد في مشاريع كتير، مجموعات شعرية قادمة بالإضافة للمجموعتين اللي عملتهم، إن شاء الله في بوادر رواية، بس عم حاول أتريس أكثر لأنه كانوا الروايتين الماضيين كمان متقاربات بالوقت، وبتمنى معرض فني تشكيلي على مستوى كبير. دي حضرتك متعددة المواهب، نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هيك دائما نكون مواكبين لكل مشاريعك الجديدة. شكرا. أهلا وسهلا فيك الكاتبة والروائية أسمهان الحلواني. شكرا لكم. العافية، ونتمنى لك كل التوفيق بأيامك الجاية وكل السعادة لكم. شكرا لك. يعني بختام فقرتنا الأخيرة نرمين، بكون وصلنا مشاهدينا لنهاية مشوارنا الصباحي، شكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا ولجميع كادر صباحنا غير، بقية نهار حلو لكم، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون كلها خير وفرج للجميع. لا تنسوا تتابعونا بكرة، ومن هلأ لبكرة تغوا بألف خير. بقية نهار حلو لك يا نبي. شكرا لك هايدي، وأنا كمان بدي أتمنى لكل مشاهدي الإخبارية السورية يا رب بقية هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، والسوريين وإن ما كانوا يكونوا دائما بألف خير. باي باي.